بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالشكر لله عز وجل أولاً على ما تفضل به ومن وأنعم ويسر، ثم الشكر موصول لأصحاب الفضيلة والإخوة العاملين في تنظيم وترتيب وتنسيق أعمال هذه الدورة العلمية الأولى في علوم اللغة العربية التي تعقد في هذا المكان الشريف المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا شقياً ولا محروماً، وأن يجعل ما نقدمه في هذه الدروس من العلم النافع والعمل الصالح. ثم أيها الإخوة والأخوات، أحب أن أشير في ابتداء هذا الدرس إلى أمر لربما ورد التساؤل عنه، وهو: لماذا العدول عن متن من متون علم البلاغة؟ وأقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد، أقول إن هذا بسبب أني علمت أن هذا هو أول درس يخصص للبلاغة في المسجد الحرام، ومن هنا رأيت الحاجة إلى التقدمة والتمهيد لهذا العلم بما يعطي إشراقة وإضاءة وإطلالة شاملة على هذا العلم، يتعرف منه الدارس على نبذة من تاريخ هذا العلم وكيف تطور حتى صار علماً قائماً بذاته، ويتعرف فيه على أهم رجالات هذا العلم وعلى أهم مراحله التي مر بها من خلال إطلالة سريعة موجزة. ثم لا بد في مقدمة العلوم والفنون أن تتضمن كذلك إشارة إلى هدف هذا العلم وغايته، فإن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، وإن علماً لا يكون له أثر في واقع الناس ليس منه فائدة وليس منه نفع يرتجى. ثم إن مقدمة البلاغة عند البلاغيين المتأخرين، وهم الذين أتوا في القرن السابع وما بعده، اكتنفها كثير من الغموض الذي حذرت منه، واكتنفها كثير من الملحوظات التي أشار إليها الدارسون وانتقدوها. ومن أهم هذه الملحوظات أن شواهدها كانت شواهد شاذة، وأن البلاغيين في تلك المقدمة ركزوا على شواهد لا تربي الذوق ولا تعين على الحصول على ملكة البلاغة التي هي المطلوبة من هذا العلم. ولهذا جاءت تلك المقدمة في غالبها جاءت بعيدة عن التشويق، وبعيدة عن التحفيز للدخول والولوج في أسرار هذا العلم وتفاصيله ومباحثه. وإن مقدمة أي علم ينبغي أن تكون مشجعة لدارسيه ومحفزة لهم ليستزيدوا من هذا العلم ولينهلوا المزيد منه، فإن لم تكن كذلك فإنها تصير منفرة عنه وداعية إلى الزهد فيه. ومقدمة البلاغة ينبغي أن تتصف بالبلاغة، وكما أن البلاغيين أشاروا إلى براعة الاستهلال وأنها نوع من أنواع فنون الكلام، كان ينبغي أن تكون مقدمات كتبهم
ناضحةً ببراعة الاستهلال، والقصيدة قد تُقرأ بسبب الإعجاب بالبيت الأول، وقد تُهجر بسبب النُفرة من البيت الأول، وتحدَّث عن هذا النُقاد والبلغاء والبلاغيون كثيرًا. ولهذا فإن براعة الاستهلال مطلبٌ من مطالب البلاغة التي تؤكد عليها، وينبغي على الخطيب وعلى المتكلم إذا أراد أن يبدأ خطبته أو كلامه أو مقالته أو قصيدته، ينبغي عليه أن يكون بارعًا في أداء حق هذه المقدمة أو هذا العلم الذي يقدمه أو هذه المقالة أو هذه الخطبة، ينبغي أن يقدم له بمقدمة تشجع على الدخول فيه. ثم إن تلك المقدمات في كتب المتأخرين من البلاغيين، وخاصة في كتاب الخطيب القزويني رحمه الله ومن جاء بعده، لأن كتابه هو الإمام في هذا الباب، أقول هذه المقدمة للبلاغة صاحبها كثير من التعميم الذي انتقد فيه الخطيب وانتقد فيه من جاء بعده وسار على حذوه. ولهذا فنحن نريد أن نقدم محاولة لتقريب البلاغة، خاصة وأنها كما قلت تدرس بدرس خاص للمرة الأولى، نريد أن نقدم لها بمقدمة أرجو أن يكون فيها نفع، وهي لا تخرج عما ذكره القدماء، وهذا أمر مهم أن ما نقوله فيها لا يخرج عما قاله العلماء القدماء، فنحن نعلم أن دراسة متون أهل العلم ودراسة ما قاله أهل العلم الأوائل خير ونفع وبركة للدارسين. فنبدأ بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فللبلاغة شأن لا يخفى وقدر لا ينسى، وهي من صفات المدح في كل مقام، ولها أثرها وسحرها في كل زمان ومكان، لأنها وسيلة التأثير وأداة التغيير، وما زال للكلام البليغ أثره على امتداد الزمان وتتابع الحياة والأحياء. لا شك أن للبلاغة مكانة لا تخفى عند الناس، ولعل مما أجمع عليه الناس في كل لغة وكل مجتمع أن يمتدح البليغ منهم. لماذا؟ لأن البلاغة هي الأداة التي تنقل من خلالها الأفكار، وتنقل من خلالها المبادئ، وتنقل من خلالها العلوم، وكلما كان الكلام بليغًا كان أحرى بأن يكون مقبولًا مفهومًا عند السامعين، لأن الإنسان بطبعه ينجذب إلى اللغة الجميلة وإلى الكلام البليغ، واللغة هي أداة التواصل في كل زمان ومكان، يتواصل الناس من خلالها، فمتى أحسن الناس في استخدامها فإن أثرها يكون أقوى. ولهذا يكون للمتكلمين من البلغاء يكون لهم أثرهم ويحفظ لهم كلامهم على امتداد الزمان. وهذا يكشف لنا أيها الإخوة عن جانب مهم من جوانب البلاغة، وهو أننا في البلاغة نعتني بها للجانب الإيجابي فيها لا للجانب السلبي، وسيأتي لنا مع هذا وقفات عديدة خلال هذه الدروس بإذن الله عز وجل. فإن للكلمة أثرها في المجتمعات، وينبغي على المرء أن يحتاط لنفسه ولدينه ولأمانته حين يقول كلمة ما. من أجل هذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من حصائد الألسن، وقال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسنة ونتيجتها وعاقبتها كبيرة لمن استغلها أو انحرف فيها.
وأيضًا مما يشهد لهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الآخر الذي يقول فيه: إن العبد ليلقي بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم عياذًا بالله. وما ذلك إلا دليل على أثر الكلمة في الناس وتأثيرها البالغ فيهم، حتى إنها لترفع أقواماً وتضع آخرين. وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يتنافى مع الخطأ والنسيان، لأن المقصود أن المرأة يتعمد مثل هذه الكلمة لكنه لم يكن يتوقع آثارها في الناس، فتذهب مشرقة مغربة ويتناقلها الناس، وربما تتناقلها الأجيال، ويحدث بسببها إما الخير وإما الشر. جعلنا الله عز وجل دعاة للخير. وعلم البلاغة ليس علما جديدا أو طارئا، فهو وإن تأخر تأسيسه وتحديد مباحثه إلا أنه فن قديم لارتباطه بالقول البليغ ذاته، فكل تحليل لبليغ الكلام هو بحث في البلاغة. ولذا فإن الحديث عن البلاغة مرتبط بنشأة البيان العربي ذاته، وقد عرف عن العرب أنهم أمة بيان، وكانوا يحتفون بلغتهم احتفاء بالغا، ويولونها اهتمامهم ويعلون قدر بلغائهم. نعم، وهنا حديث عن بدايات تاريخ البلاغة وكيف نشأت. والكلام أو الأصل المهم الذي ينبغي أن يعيه كل دارس للعربية في شتى فروعها أن قواعد العربية مأخوذة من الكلام العربي ذاته، وهذا يعطيها قوة ورسوخا. والبلاغة كذلك إنما أخذت أصولها من الكلام البليغ ذاته، فأخذت أصول البلاغة من القرآن العزيز، من السنة النبوية، من كلام البلغاء، من الشعر الجاهلي. استنبطت الخصائص والصفات العامة في هذه النماذج البليغة وهذه الشواهد البليغة ليستخرج منها قواعد البلاغة وفصولها وأبوابها. فإذن حين نتحدث عن نشأة البلاغة فنحن نتحدث عن نشأة الكلام البليغ ذاته، إذ هي مرتبطة به، قائمة عليه، مستنبطة منه. وكما عرف فإن العرب كانوا أمة بيان، وكانوا يحتفون بالبلغاء ويحتفون بالخطباء احتفاء بالغا، حتى عرفنا مكانة الشعراء والخطباء عندهم، كانوا يشار إليهم بالبنان كما يقال، وكانوا يفتخرون بلغتهم افتخارا كبيرا، ولا يقبلون أن ينتقص منها أو أن يزدر شيء من هذه اللغة، وكانوا يتفوقون فيها تفوقا كبيرا في أساليب كلامهم وطريقة تعبيرهم وأدائهم للمعنى المكنون في صدورهم، فكانوا يحسنون عرض ما تكنه صدورهم في كلمات يلقونها ويبثونها. وقد كان من بلاغتهم أن نزل القرآن الكريم عليهم بهذه اللغة، ومعجزة النبي تكون عادة من جنس ما برع به قومه، فجاءت معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جنس ما برع به هؤلاء القوم، وهو الفصاحة والبيان والبلاغة. ولهذا لما نزل القرآن المعجز لم يستطع أحد أن يعارضه، مع أن القرآن العزيز تحداهم أن يأتوا بمثله، ثم تدرج معهم فتحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، لكن أحداً لم يستطع
أن يجاري بلاغة الكتاب العزيز، فدل هذا على أن هذا الكتاب العزيز هو رأس الإعجاز في هذه اللغة الشريفة المباركة. ولقد ارتبطت نشأة البلاغة بعلوم القرآن الكريم التي سعت إلى بيان وجوه إعجازه وأسراره، وبشروح الحديث النبوي الشريف التي أشار جهابذتها إلى ما تضمنه بيانه صلى الله عليه وسلم من إجازة وإحسان، وارتبطت كذلك بعلم أصول الفقه الذي نظر في مدلولات الألفاظ ومترتباتها، وارتبطت بعلم النحو الذي وضع قواعد العربية وتضمنت تلك القواعد أسراراً وأسباباً، وارتبطت بالأدب وشروحه ومجاميعه، فجاء علم البلاغة وثيق الصلة بهذه العلوم كلها مفيداً مما فيها وبانياً عليه، وهذا شرف له ورسوخ. علم البلاغة مما يكشف لك أخي الكريم أهميته أنه نشأ مفيداً من جملة من العلوم، فمن العلوم التي أفاد منها واقتبس منها وأخذ منها ابتداءً علم اللغة العربية وعلم النحو تحديداً، فإن البلاغيين علموا أن اللغة ليست مجرد صف للكلمات ولا مجرد ترتيب للكلمات، وإنما البليغ يدرك العلاقة بين كل كلمة وأختها، ويعرف كيف يورد الجملة مرتبة في كلماتها، وهو يعلم وإن أجازت اللغة تقديم لفظ على آخر في بعض المواضع إلا أنه يعرف متى يأتي بهذا التقديم ومتى يتركه. ولهذا فإن أشهر النحويين وهو سيبويه حين وضع كتابه المشهور، الكتاب أو الذي أسماه الناس الكتاب وهو لم يسمه، تضمن كتابه عدداً من الإشارات التي اقتنصها البلاغيون واستثمروها وأقاموا عليها أبواباً في علم البلاغة. من ذلك على سبيل المثال أن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله وهو إمام البلاغيين أخذ مقولة لا تتجاوز السطر من سيبويه أشار فيها إلى مسألة تقديم الفاعل والمفعول، حين تحدث عن الفاعل والمفعول أشار إلى مسألة تقدم الفاعل أو تقدم المفعول، ومتى يتقدم هذا ومتى يتقدم ذاك، فأشار إشارة سريعة قال كأنهم يقدمون الذي هم ببيانه أعنى، فالتقط عبد القاهر الجرجاني هذه الكلمة وفهم منها دلالة دقيقة تتجاوز الدلالة اللغوية المحضة إلى الدلالة المعنوية، التقط منها أن تقديم الفاعل أو تقديم المفعول يكون بسبب الاهتمام به في ذهن السامع أو المخاطب، ففرق أن أقول جاء محمد وأن أقول محمد جاء إذا عممنا خرجنا عن الفاعل أو المفعول، وفرق أن أقول قتل الحاكم المجرم أو أن أقول قتل المجرم الحاكم، فإذا كان هذا المجرم ممن شاع ضرره وأثره على الناس فهل نقول قتل الحاكم المجرم أم نقول قتل المجرم الحاكم؟ قتل المجرم الحاكم، قتل المجرم الحاكم. لماذا؟ لأن اهتمامنا هو بهذا المجرم الذي تسلط على الناس والذي شاع ضرره، فأصبح اهتمام المخاطب أو المتلقي أهم بهذا المجرم، لأنه لا يهمه من الذي قتله، هل هو الحاكم أم الوزير أم القاضي أم الشرطي، هذا لا يهمه، يهمه أن هذا الشر قد انقطع، ولهذا قدم المفعول به. وأما إذا قلت محمد جاء أو قلت جاء محمد فهذا أيضاً يرجع إلى اهتمام المخاطب، إن كان المخاطب بشوق إلى محمد هذا وينتظره وقد تأخر عليه فيحسن أن تقول محمد جاء
حتى يلفت نظره اسم هذا الذي ينتظره أكثر من أن تلفت نظره بالفعل الذي قد يكون يجيء غير محمد وهكذا. فالتقط المقصود أن عبد القاهر التقط من كتاب نحوي هذه الإشارة ثم بنى عليه باباً كبيراً من أبواب البلاغة، وهو باب التقديم والتأخير الذي قال فيه بعض العلماء إنه لم يكتب في تراث العربية باباً بمثل ما كتب عبد القاهر في هذا الباب. وكذلك ذكر سيبويه أو نبه أو لفت الأنظار سيبويه في بعض الإشارات حين تكلم أيضاً في موضع آخر عن تقديم المفعول به، فقال: فتقول عبد الله فنبهته، يعني ينبهت المخاطب إليه، ثم تأتي بالفعل بعده فتقول عبد الله أكرمته. لا أريد أن أدخل في هذه المسألة النحوية، لكن المقصود أن عبد القاهر التقط من كلمة نبهه هذه إشارات تتعلق بباب التقديم والتأخير. وهكذا نجد للغويين إسهامات كثيرة جدا استفاد منها البلاغيون وبنوا عليها كثيرا من مسائل البلاغة في كتبهم، وممن أفاد منه البلاغيون أيضا ابن جني في الخصائص، هذا الكتاب الذي لم يكن مختصا بالنحو وإنما كان كتاب لغة بمعناها الشامل، تضمن كثيراً من الإشارات البلاغية التي استثمرها البلاغيون وغيرهم كثير. المقصود أن البلاغيين أفادوا مما جاء في علم اللغة والنحو، وجمعوا أشتاتاً تفرقت فيه وفي غيره من العلوم ليضعوها في البلاغة. من العلوم التي أفاد منها البلاغيون أيضاً الأدب، فنظر البلاغيون في المجموعات الأدبية وفي الكتب الأدبية التي ألفت، ووجدوا فيها الكثير من الإشارات البلاغية ومن المسائل البلاغية التي ضمنوها مسائل البلاغة فيما بعد. وهذه الكتب وإن كانت في مجملها كتباً أدبية، إلا أن كثيراً منها كان يهدف إلى بيان إعجاز القرآن، وأشار صراحة إلى هذا، ومنهم أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين الذي أشار إلى أهمية هذا العلم، وأشار إلى أن الهدف الذي ينبغي أن يكون لدارس البلاغة هو أن يصل إلى إعجاز القرآن الكريم. ومن العلوم التي مدت البلاغة إليها يدها علم الفقه وأصوله، وكتب أصول الفقه تنضح بكثير من الإشارات والمسائل البلاغية العميقة، لأن الأصوليين إنما نظروا إلى مدلولات الألفاظ وما يترتب على هذه الألفاظ، ففي باب الأمر مثلاً نظروا إلى دلالة الأمر، هل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة، ونظروا إلى دلالة النهي، هل يدل على التحريم أم يدل على الكراهة، لأنهم يريدون أن يستنبطوا الأحكام، وبالتالي نظروا إلى هذه الألفاظ من هذه الجهة. وهذا باب واسع من أبواب البلاغة حين يتحدث البلاغيون عن أساليب الإنشاء الطلبي ومنها الأمر والنهي، ويتحدثون عن خروج الأمر والنهي إلى معان بلاغية وأغراض بلاغية عديدة. لكن أعظم علم ارتبطت به البلاغة وتعلقت بأستاره هو علوم القرآن الكريم، فإن البلاغة أفادت كثيراً مما جاء عند المفسرين، ابتداءً من شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله المتوفى في مطلع القرن الثالث الهجري، فأفادوا منه وأفادوا من غيره من المفسرين كالواحدي في التفسير البسيط وكالبغوي في تفسيره معالم التنزيل
وكالكشاف للزمخشري أفادوا مما وجد في هذه الكتب من الدلالات والإشارات البلاغية التي كان المفسرون فيها يحرصون أو يذكرونها حتى يصلوا إلى الدلالة المرادة من الآية الشريفة الكريمة. فكانوا بسبب بحثهم عن الدلالة كانوا يستنبطون أحياناً بعض الإشارات وبعض الفوائد التي أخذها البلاغيون منهم وبثوها في كتبهم. وهناك باب آخر للدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم، وهو غريب القرآن ومعاني القرآن، وهذا باب يشبه التفسير لكنه يختلف عنه بفرقين رئيسين. الأول أنه بيان لغوي للألفاظ، أنه كتب غريب القرآن هي بيان لغوي للقرآن، بمعنى أن المؤلف في غريب القرآن يتجه اتجاهاً لغوياً في شرح الآيات، فلا تجد في هذه الكتب أسباب نزول، ولا تجد فيها قراءات إلا ما كان يخدم الجانب اللغوي. والفرق الثاني بينها وبين كتب التفسير أنها لا تقف عند كل آية، فلا تمر على القرآن جميعه، وإنما تقف عند ما يشكل من الآيات، يشكل في لفظه أو يشكل في معناه، فيقف هؤلاء ويوضحونه. وكثيراً ما كانوا يتعرضون إلى مسائل تتعلق بالبلاغة وهي سبب هذا الإشكال، كمسائل الحذف والذكر ومسائل التقديم والتأخير، لأن أحياناً يأتي اللبس من جهة الحذف والذكر أو من جهة التقديم والتأخير وغير ذلك، فكانوا يشيرون إلى مثل هذه المواضع فيلتقطها البلاغي ويفيد منها. ومن أوسع أبواب الدراسات القرآنية التي أفاد منها البلاغيون في تأسيس هذا العلم باب الدراسات المتعلقة بإعجاز القرآن الكريم، فإن هذا الباب الذي ألف فيه عدد من العلماء سعوا فيه إلى كشف وجوه إعجاز القرآن، ووجوه إعجاز القرآن متعددة، ذكر بعضهم 7 وجوه وذكر بعضهم 10 وذكر بعضهم 15، لكن الذي أجمعوا عليه وأكدوا عليه وأكثروا من التركيز عليه ومن الإشارة إليه كان الوجوه البيانية في القرآن، بمعنى ما تضمنه الكتاب العزيز من أسرار وطرائق في التعبير لم تأتي أتت في سياقها العام على النمط العربي، لكنها أتت بصورة معجزة لا يستطيعها العربي مهما أوتي من بلاغة وبيان وفصاحة. فتتبع هؤلاء العلماء هذه الأسرار ووضعوها في كتبهم، ومنهم من أوائلهم الرماني صاحب النكت في إعجاز القرآن، بل قبله الخطابي صاحب بيان إعجاز القرآن، والباقلاني في إعجاز القرآن، وعبد القاهر الجرجاني في الرسالة الشافية، وأيضاً كتاباه المشهوران أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لا يخرجان عن هذا، وإن كان لا يصنفان في باب دراسات إعجاز القرآن. فكل هذه الكتب وغيرها حوت مادة للبلاغيين استثمروها وبنوا عليها علم البلاغة. فالمسائل البلاغية كانت متفرقة في كل هذه العلوم، جمعها البلاغيون وأسسوا بها علم البلاغة. نعم. وهذا ما دعا عددا من العلماء إلى الإشادة به والحث على تعلمه ومدارسته.
فالزمخشري بيّن في مطلع كشافه أن الوقوف على نكت إعجاز الكتاب العزيز ومعرفة مستودعات أسراره لا يتأتى للفقيه ولا المتكلم ولا الحافظ ولا الواعظ ولا النحوي ولا اللغوي، وإنما يتأتى ذلك لمن برع في علم البلاغة. ويرى أبو هلال العسكري أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى. والسيوطي يرى أن علم البلاغة من أعظم آلات الشرع، بل ذكر أن كمال الإيمان متوقف عليها لتوقف إدراك إعجاز القرآن الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم على معرفتها. نعم، هذه الأقوال لهؤلاء وأقوال كثيرة غيرها تدل على أهمية هذا العلم وعلى مكانته وعلى هدفه الذي نشأ ساعياً إلى تحقيقه، وهو خدمة الكتاب العزيز أولاً. ولهذا وجدنا هذه الكلمة للزمخشري في مطلع الكشاف وهو يشير إلى أن الفقيه والواعظ والمتكلم والحافظ واللغوي مهما بلغ ومهما أوتي في مجاله وفي علمه فإنه يحتاج إلى علم البلاغة، فإنه مفتقر إلى علم البلاغة حتى يستطيع استخراج كنوز القرآن وأسراره، وأنه بغير هذه الآلة التي هي البلاغة لن يصل إلى مبتغاه وهدفه. وكذلك أبو هلال العسكري أشار إلى أن أحق العلوم، وهذا في مطلع كتابه الصناعتين، صناعة الشعر والنثر، تحدث فقال هذه العبارة المهمة مع أنه يؤلف في مجال أدبي أو ظاهره مجال أدبي، فقال أحق العلوم بالتعلم بعد معرفة الله عز وجل هو البلاغة، فجعل أهم العلوم علوم الشريعة ثم يتبعها علم البلاغة. وهو والسيوطي يتفقان على أن سبب التأكيد على أهمية علم البلاغة أن كمال الإيمان مرتبط بهذا العلم. من أي جهة؟ من جهة معرفة إعجاز كلام الله عز وجل، لأنه يقول إن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، فحتى يكون إيمانك بهذه المعجزة إيماناً راسخاً فلا بد أن تستحضر أهمية أو تستحضر وجه الإعجاز في كتاب الله. وهذا الوجه ومعرفة وجه إعجاز القرآن لن تحصل عليه إلا من خلال علم البلاغة، ولهذا صار كما يقول السيوطي صار كمال الإيمان متوقفاً على العلم بالبلاغة. ونحن نعلم أن العلوم نوعان، علوم غاية وهي علوم الشريعة، علوم التفسير والفقه والحديث والعقيدة، وعلوم آلة وهي مثل علم البلاغة وعلم النحو وغيرها. قد كانت مسائل البلاغة وأفكارها متفرقة في بطون تلك العلوم، وكان لعلماء وأداب مؤلفات جادت بغزير الفوائد والدرر، حتى جاء عبد القاهر الجرجاني فوضع كتابيه النابهين الذائعين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وضمنها مباحث بلاغية ثرة صارت نبعا استقى به من جاء بعده. ثم جاء السكاكي ووضع كتابه مفتاح العلوم، وجعل واسطة أقسامه علم البلاغة، وبه وضع أصول هذا العلم وقواعده، وتلقاه العلماء بالقبول والشرح. ثم حان دور الخطيب القزويني فوضع تلخيص المفتاح، وزاد فألف الإيضاح، وجعله كالشرح للتلخيص، وأتم به مسائل المفتاح وشرحها، وأفاد فيه من كتابي عبد القاهر. إذن كانت مسائل البلاغة متفرقة في بطون الأودية كما يقال، متفرغة في بطون تلك الكتب التي أشرنا إليها، جاء البلاغيون فجمعوها. كان أول من جمع
مسائل البلاغة عبد القاهر الجرجاني، ولذلك هو يعد إمام البلاغيين أو شيخ البلاغيين في كتابيه شريفي الذكر وكثيري الانتشار أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. في هذين الكتابين منهج عبد القاهر رحمه الله كان منهجاً أدبياً جميلاً، ولهذا لم يكن يبوب الأبواب بحسب ما عرفناه بعده بثلاثة قرون أو بعده بقرنين عند السكاكي، وإنما كان ينطلق بمنهجية مختلفة عن منهجية السكاكي، وأكثر العلماء كثيراً من الإشادة بمنهج عبد القاهر وبما بثه في كتابيه من كثير من أسرار اللغة وأسرار البلاغة وأسبابها، حتى بنيت على كتابيه وعلى فكرته وعلى نظريته في البلاغة بنيت كثير جداً من البحوث ومن الرسائل العلمية في الجامعات المختلفة، تبلغ عشرات الدراسات والبحوث في شتى المجالات. هناك من درسه من الجانب النحوي، وهناك من درسه من الجانب اللغوي والجانب البلاغي، لكن الجانب البلاغي وحده والجانب النقدي كان غزيراً عند عبد القاهر، ولهذا تناوله كثير من الدارسين. وعبد القاهر نحوي في الأصل، ولهذا كان كتابه الأول العوامل المئة في النحو، لكنه أفاد من النحو في بناء البلاغة، فلم يكن ينظر إلى النحو أنه مجرد حركات ومجرد مواقع إعرابية، وإنما كان ينظر إليه بوصفه منظماً للكلام، وبأن بين الكلم معانٍ ينبغي أن يلتفت إليها وأن تكون أساساً يبني البليغ به كلامه. ثم جاء بعده السكاكي، جاء بعده في الواقع الزمخشري. إذا تتبعنا المسيرة البلاغية فإن الزمخشري في تفسيره الكشاف أفاد من مادة عبد القاهر الجرجاني في كتابيه، وأفاد منها في مجال التطبيق على القرآن الكريم، فحفل تفسيره للقرآن الكريم بكثير من الإشارات البلاغية التي كانت عبارة عن تطبيقات. طبعاً نقول هذا الكلام مع ما أخذ على الزمخشري من الاعتزال ومن بث اعتزالياته ومحاولة لي بعض النصوص وبعض الآيات حتى تخدم معتقده الاعتزالي، وقد رد عليه أحمد بن المنير رحمه الله كما يقال تتبعه بالمنقاش، فطبع الكشاف وبهامشه تتبعات ابن المنير رحمه الله عليه وتصحيحه لاعتزاليات الزمخشري. ثم جاء السكاكي في القرن السابع في سنة 626 ليؤلف كتابه مفتاح العلوم. ومفتاح العلوم شرقت شهرته وغربت وانتشرت بسبب القسم الثالث منه. كتاب مفتاح العلوم مكون من خمسة أقسام: النحو والصرف والبلاغة والاستدلال والعروض. هذه خمسة علوم موجودة في كتاب مفتاح العلوم، كل علم بقسم مستقل، وهذه العلوم كلها أسماها علم الأدب. يعني كأن السكاكي رحمه الله، الشيء الذي لا يدركه كثير من الدارسين، أن السكاكي لم ينظر إلى هذه العلوم وإن قسمها وجعل كل منها في قسم مستقل، إلا أنه كان ينظر إليها بوصفها علماً مكتملاً، يعني من حازه يحوز علم الأدب، وكأنه يعني بعلم الأدب العلم الذي من خلاله تستطيع أن
تتكلم وتعبر تعبيراً صحيحاً مؤدياً لغرضك. فلذلك نظرة السكاك أبعد مما يظنه عليها بعض الدارسين. كان واسطة عقد هذا الكتاب هو علم البلاغة، والذي يحمد للسكاك رحمه الله أنه وضع قواعد هذا العلم وبوبه وجعله في مباحث واضحة وقسمه أقساماً، وهذه المزية نفسها هي التي انتقد عليها السكاكي. وهذا من الغريب أن كثيراً من الدارسين ينتقد السكاكي بسبب هذا التقسيم. لماذا؟ لأنه يقول إن السكاكية ومن سار على نهجه وكان في مدرسته خرج بالبلاغة من المجال الذوقي الأدبي الجميل إلى المجال العلمي المنطقي المبني على التقسيمات وعلى التفريعات. ونحن نقول وإن كان أسلوب السكاكي أقل بهاءً ونظارةً من أسلوب عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، إلا أن السكاكي يحمد له أنه وضع العلم، ووضع العلوم يحتاج إلى شيء من التأصيل والتقسيم والتحديد والتعريف حتى يستطيع المرء أن ينطلق منها. ثم تلقى هذا الكتاب الناس بالقبول والشرح كما قلت، وكثرت عليه الشروح والتلخيصات، ومنها ما قام به الخطيب القزويني رحمه الله في منتصف القرن الثامن الهجري تقريباً، حين وضع كتابه تلخيص المفتاح، فلخص هو أسماه تلخيص المفتاح لكن المقصود تلخيص القسم الثالث من مفتاح العلوم، فهو كتاب في البلاغة. وهذا الكتاب أيضاً ذاعت شهرته بين العلماء وبين الناس، حتى كتب عليه من الشروح ومن التقريرات ومن التوضيحات الكثير، حتى بلغ عدها عند بعض المصنفين حوالي 60 مؤلفاً كلها ألفت حول تلخيص المفتاح، من أشهرها كتاب المطول لسعد الدين التفتزاني. لم يكتفي الخطيب القزويني بهذا الكتاب شرح التلخيص، وإنما ضم إليه كتاب الإيضاح الذي رغب أن يكون موضحاً وشارحاً لكتاب تلخيص المفتاح، لأنه كما يقول في مقدمته رأى أن تلخيص المفتاح مفتقر إلى شيء من التوضيح والبيان، فألف كتابه البيان، ونص على أنه أفاد في الإيضاح مما جاء عند السكاكي مما لم يذكره في التلخيص، وأفاد أيضاً مما جاء عند عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. وهذان الكتابان تلخيص المفتاح والإيضاح للخطيب القزويني يدرسان في أكثر الجامعات العربية، ويدرسان في كثير من الحلق. حين تدرس البلاغة فإن أحد هذين الكتابين يكون في الغالب هو السابق إلى هذه المقررات وهذه الدروس. لعلنا نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه نفعا وفائدة، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.